موجود في منتخب مصر كان مع لعيبه الاهلي والزمالك بصفه مستمره كمان يعتبر من انديه الاقاليم ومن الناس اللي كانت معانا في اولمبياد موسكو اللي هي الله يرحمه الرئيس انور السادات منعنا من ان احنا نروح اولمبياد موسكو عشان تضامنا علشان الضرب في افغانستان الحدوته دي. ده كابتن حسن شحاته وكانت صوره لنا كان في اعتزال احد اللاعبين فاحنا اتصورنا مع بعض كنوع بنحيي الذكرى الماضيه وكنا يعني في التشاطيب بقى كلنا كلنا في الشاطئ بقى بنلبس شورت فانيلا. الصوره اللي بعد كده لا دي مشكله بقى كابتن محمود الخطيب دي مشكله كانت فين الصوره دي وحكايتها ايه؟ دول مشكله بالنسبه لي. طب احكي لنا ده تاريخ تاريخ بيتكلم صوره بتتكلم. شايفك شايل الكور هنا ده كان في التمرين هنا وقتها. انا 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 شايل الكور واعتقد ان انا جوايا في سري بقول له ارجوك رحمه بنا ما تجيبش فينا اجوان انا شايل الكور عشان ما يشوطش عليا فانا شايل الكور. لا الكابتن محمود الله يديله الصحه والستر قلما تتوفر هذه الموهبه والسلوكيات. احنا كنا مره مع الكابتن عبد المنعم الحاج وكان نادي المنصور او كان لعيبه المنصور اخذنا مكافاه اقل كنا حوالي لما كسبنا مدغشقر اخذنا كل واحد 400 جنيه فاحنا كان الاحتياطي كان عمال احتياطي ياخد النص ما كانش دلوقتي في الانديه كل واحد عشان الروح المعنويه ويبقى اللاعب بره خايف على اللي جوه وكده فادونا مكافاه فكلمنا الكابتن محمود الخطيب فراح للكابتن عبد المنعم الحاج ربنا يديله الصحة يا رب ويطمنا عليه الكابتن كان هو وكابتن فؤاد صدقي رحمة الله على كابتن فؤاد صدقي وراح قال له بتوع المنصورة عشان فيهم ناس كانت احتياطي فاخدين مكافأة فعلى طول عمل المكافأة متساوية انتهت قضي الأمر الذي فيه تستفتيان يعني. انتهت القضية انتهت فنادين له بالشكر يعني ده حبيب قلبي بقى الكابتن إكرام كان دمه خفيف لا 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 ده حكاية تانية حكاية تانية ابن بلد وجدع وشعبي كده يقعد مع الناس واعدادي ده وبتاع وما يكسرش بخاطر حد لا اكرامي اكرامي ربنا يديله الصحه ويبارك له في اولاده ويبارك له يا رب في حبيبه وشريف واولادهم ويبارك فيه هو كمان هو وكل الاسره اهم المنشتات بقى اهم المنشتات لا في منشتات فارقه معايا ما ينساهاش الكابتن سطوحي دي دي صوره كنت انا وكابتن محمود سعد زمالك ربنا يديله الصحه وكابتن محمود الخطيب ربنا يديله الصحه والله يرحمه مصعب نور مكتوب الخطيب واجيال المنتخب الخطيب واجيال المنتخب يعني كنا قاعدين بنتابع حاجه في الملعب لان خلي بال حضرتك في وجود الكابتن الخطيب ما كانش بيحجر على حد انه ممنوع تلعب في المكان ده عشان محجوز لمحمود ما فيش حاجه اسمها محجوز فان ممكن الخطيب يقعد معانا بره وينزل لعيب اختبار او يلعب لان ما فيش حاجه اسمها ده محبوس المكان ده مقفول عليه له فلان لا 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 الالبوم ده كان فيه مكتوب فيه سطوحي خطيب الدفاع يصادر فرص الاهلي هو كان عاملين تشبيه بيني وبين الكابتن محمود يعني ده النجم بتاعكم اللي جيب لكم جون طب ما ده خطيب برضه بيمنع جون بيصادر الفرص للنادي الاهلي فده كان منشيت من المنشيتات اللي انا يعني حبيت أتحفظ بيها لأن بتبان ذكرياتها بعد مرور السنين بيبان قيمة هذا العمل أو قيمة التعب فده حاجة كانت تسعدني إن أنا في تشبيه بيني وبين خطيب هو في الهجوم أنا في الدفاع منشيت اللي بعد كده كابتن ثابت البطل كابتن ثابت البطل مع كابتن مصعد نور جابوه في حديث على ورق كابتن عادل معمور مكتوب منشيت على ورق مصعد نور وأربع حراس فجاب الكابتن اكرام وثابت وعادل مأمور وسطوحي وقال ان دولي احسن حراس موجوده في مصر واشاد بينا فدي كانت حاجه بالنسبه لي ان انا اتحط بين اهلي وزمالك اتنين اهلي وواحد زمالك وانا الرابع ده شيء انا كنت سعيد بيه فكان المنشيت ده مصعد نور واربع حراس ماتش على ورق فكتب المقالة دياً وأنا احتفظت بها حباً في إن أنا تقييم